كيف مع تذكير بقية المباريات التي تلعب الآن في دوري أبطال أوروبا؟ مشاهدة ممتعة بإذن الله. مشاهدة البابا والباباري الرهيب. نمر الى استعراض تشكيلتي الفريقين، البدايه بالفريق المذيب فريق باريس سان جيرمان. حراسه المرمى لالفونسو اريولا، يمين الدفاع داني الفيش، على اليسار كورساوا، محور الدفاع لتياغو سيلفا وماركينيوس. ثلاثي وسط الميدان ماركو فيراتي، تياغو موتا وادريان. وكارلو أنشيلوتي يعاير الأضرار، نار 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 باريس سان جيرمان. أنا بتسأل يا بابا، يلعب أساسي من البايرن، كرة بالرأس، كرة بالرأس، ادريان رابيو من يوزع كيفيتش مرة أخرى بالتوزيع، والدفاع الباريسي يعاني. معزارينا اكتفى بتعادل في طاح المرارة أمام الدفاع. رب شدوا رب، أو كافاني كافاني، إيدينسون كافاني يوزاني لم يحط مرارة، وخميس يدخل منطقة الجزاء. أو ليفاندوفسكي، امبابي روح، امبابي عذر، جول 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 جول. يا سلام يا سلام يا سلام، شنو هذا؟ شنو هذا؟ يا باريس سان جيرمان يا ناري، اتصلت واحكم بأحكامك. الزمان زمانك في هذا المكان، والمكان مكانك. رابيو درى قوة الانتدابات، والحكم يقول ضربة مرمى. أرتورو فيدال قال هنالك ضربة. يتقدم داني ألفيش، ألفيش يسدد والدفاع